وهي ليست آلهة. أما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع. ابهتي أيتها السموات من هذا، واقشعري وتحيري جدا، يقول الرب، لأن شعبي عمل شري، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. أعبد إسرائيل أو مولود البيت هو؟ لماذا صار غنيمة؟ زمجرت عليه الأشبال، أطلقت صوتها وجعلت أرضه خربة، أحرقت مدنه فلا ساكن، وبنو نوف وتحفنيس، يا جماعة المصريين اللي هنا، قد شجوا هامتك، أما صنعت هذا بنفسك؟ إذ تركت الرب إلهك حينما كان مسيرك في الطريق، والآن ما لك وطريق مصر؟ برضو يا جماعة مصريين يعني لشرب مياه شحور، شحور ده النيل، وما لك وطريق أشور، ده هناك عند العراق نينوى يعني، لشرب مياه النهر اللي هو دجلة. يوبخك شرك وعصيانك يؤدبك، فاعلمي وانظري أن تركك الرب إلهك شر ومر، وأن خشيتي ليست فيك. نصلي. أبانا السماوي، نشكرك، نمجدك، نعظمك لأجل القداسة التي لم تعلن لهذا العالم إلا في شخصك الآب والابن والروح القدس، وإلا في كتابك، لأن كتابك هو الكلمة الذي كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. عرفنا رب أن احنا نعيش في عالم مظلم، كله ظلمة، كله، لكي لا نكترث بطريق العالم بل نخرج من وسطهم ونعتزل ونعيش في النور، حتى لا نسير في الظلام والظلمة تعمل عينين. تكلم إلينا في هذه الفرصة يا رب، لأننا عبيدك سامعين، ولاسمك كل المجد. آمين آمين آمين. نرحب جدا بالعرسان الجداد اللي شرفونا النهاردة في الاجتماع، الأخ رضا وعروسته. احنا كنا بنشوف العرسان القدام شوية اللي هو أخ جورج وعروسته، دلوقتي العرسان الجداد كمان جم، وعقبال العرسان اللي بعديكم يا حبيبي ولادكم، ويقولنا كده كل واحد ماسك عروسته في ايده. مجد للرب. إرميا السفر ده، كل سفر ليه ظروف خاصة، لأنه دول الكتاب المقدس كتب في 1500 سنة، يعني مدة كبيرة قوي بيرسل فيها الرب أنبياء. فإرميا ده من آخر الأنبياء اللي كانت كرازتهم في أورشليم، بعد كده أورشليم اتهدت،
راحة السبي، في بعدي كذا نبي دول فيما بعد السبي، اللي هم منهم حجاي وزكريا وملاخي، واحد رابع هيجي كده في السكة كده، هم حتة أربعة في الآخر كده مذكورين ورا بعض. لكن الكم الكبير من الأنبياء كان في عهد المملكة بتاعت داود وعهد المملكة بتاعت ربعام بن نباط، كل ما يقتل الملك يجي واحد بداله، كذا ملك كذا أسرة جاءت تملك، يعني أكثر واحد ملك أربعة، هو وابنه ابن ابنه ابن 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 واس، الباقي كله اثنين ثلاثة واحد كده يعني. ده المملكة الشمالية. أما مملكة داود فملك عليها نسل داود إلى ما اتخربت واتهدت أورشليم. فإرميا البشارة بتاعته اللي كانوا معانا من الأول، الرب قال له إنك هتقلع ملوك وتحط ملوك وهنظم كل الدنيا، أنت هتنظمها أنت يا صغير، هو كان فتى صغير كده. وفعلا نشكر الرب، كل كلمة الله لازم تتم، وتم كل الرب قاله لإرميا. إحنا هنا في أصحاح 2، وفي أصحاح 1 كان شوية يتكلم عن محبة الرب لإسرائيل، وهنا حتى 2 بادي بيقول قد ذكرت لك غيرة صباكي، عدد 2 محبة خطباتك ذهابك ورائي. يعني دايما الرب بيتذكر ازاي الايام الحلوه اللي بينهم اسرائيل، مع ان فيش ايام حلوه على طول. يعني هو مثلا حلوه دي يقصد بيها 10 ساعات مثلا، 15 ساعه بس بيسميها يوم حلو بيقلبه على طول. فبيذكر الايام الحلوه دي لان الايام الوحشه دي بتبقى غم خالص، تركوا ربنا تركوه، مثلا زي ما عملوا العجل ده بعد ما طلعوا بمدة أسبوعين، عملوا عجل مجنين إيه دول. فالجزء اللي علينا النهاردة، إحنا بس ناخد فكرة على اللي فات، الجزء اللي علينا النهاردة اتختم الجزء اللي فات بالكلمة دي، عشان النهاردة بيكمل الجزء ده. بيقول إيه اللي حصل دلوقتي، إنه آباءكم أنا مش عارف وجدوا فيا إيه من جور، دي افتكر عدد 5 صح، 2 5، ماذا وجد في آبائكم من جور؟ ليه بعدوا عني؟ ليه تركوني؟ ليه بيني وبينهم خلاف؟ لدرجة جايب بعد كده من عدد 8 اللي هو احنا هناخد من 9 اخر عدد خدناه المرة اللي فاتت، بيقسم الناس عشان دراسة دقيقة للرب. بيقول الكهنة ما قالوش فين ربنا، وأهل الشريعة مش عارفيني. إيه الكهنة وأهل الشريعة؟ في فرق شوية بين ده ومن ده. الكهنة اللي هم عليهم الذبايح وإتمام الشريعة، لكن أهل الشريعة اللي هم دارسين، الفريسيين أهل شريعة مش كهنة، دارسين وبيفسروا الشريعة كمان. أهل الشريعة لم يعرفوني، يعني بيفسروا غلط، لأن الشريعة غلط اللي معاهم غير أنا كاتبها. لو قال عنه المسيح التقليد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم، لما جرب وقعدت مستمر لغاية لما جاء المسيح كلامته. والرعاة ببعتهم عصوا علي. الرعاة يرمزوا إلى ممكن الأنبياء، في أنبياء كويسين وفي أنبياء يمشي كويس ويقلب. مثلا الرعاة لما في سفر القضاة، مثلا واحد كويس قوي من أحسن الرعاة اسمه جدعون، أرسله الرب ليخلص إسرائيل من المديانيين. بعد ما خلص إسرائيل عمل نفسه رئيس كهنة وكاهن وزنى وراءه جميع إسرائيل. أنت مش كاهن يا أخي، شريعة ربنا كانت مخربطة كده عند الناس. فهو ده كل ما هيوصفه في العدد، كم عدد بتاع النهارده دول. وهل الشريعة لم يعرفوني والرعاة عصوا علي والأنبياء؟ هم اللي بيتكلم عن المملكة الشمالية، يعني ارمي هناك كان كل ده حصل، المملكة الشمالية اتوجدت والخراب جاء على طول دلوقتي، الخراب جاء أيام ارمي وهيوصفه.
الأنبياء اللي بعثهم ربنا تنبؤوا ببعل، لأنه عملوا بعل بيعبدوه في المملكة الشمالية. فجي عمنا يا أربعة مبنى، مش ده الرعاة اللي بعثهم ربنا، الرعاة اللي المفروض يقودوا إسرائيل بتنبؤوا ببعل عشان ياخدوا فلوس من يا أربعة ابن نباط. دول إسرائيليين الرعاة دول بتنبؤوا ببعل، انتوا مين إلهكم؟ انتوا كلكم شعبي. فدي كانت الحال وده كان الوضع قبل ما ندخل بقى ايه في وذهبوا وراء ما لا ينفع، ودي ربنا موجوع منها قوي وهيجي النهارده يعني يدق عليها قوي. ذهبوا وراء ما لا ينفع، لذلك أخاصمكم بعد، أنا عملت مخاصمة خلاص بيني وبينكم، يقول الرب، وبني بنيكم أخاصم، هقعد لغاية الجيل اللي بعد اللي جاي أخاصم، فعبروا جزائر كتيم. كتيم دي إيه؟ حد عارفها؟ عشان لما نتناقش تفتكروها بعد كده بدل ما أقولها لكم. كتيم اللي هي قبرص اللي هي في حوض البحر المتوسط، كتيم بلد وثنية، مش هي جزيرة كتيم الرأسية بس، حواليها اللي هي جزائر البحر المتوسط الصغيرة دي، مش ترشيش البعيدة لا، اللي هي جنب إسرائيل هناك. عبور جزائر كتيم، وانظروا وارسلوا إلى قدار. مين عارف قدار دي فين؟ طيب نعم، لا 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 طب نطلع نسل اسماعيل، انا مش مطلعتوش، نسيت اطلعه قبل ما اجي. يعني قدار ده الابن البكر لاسماعيل، ايوه قلنا عنها قدار. وارسلوا الى قدار، على فكره هنا إرمية ساهمت في الاسلام على طول، قدار دي صحيح. فعبروا جزائر كتيم وانظروا وارسلوا إلى قدار، لأنه عارف أن محمد هيقعد لغاية لما يجي المسيح، مش لغاية لما يجي، هيقعد قدار قاعد، وبعد المسيح بألف وشوية سنة هيطلع أو بستمية سنة هيطلع محمد ده. وانتبهوا جدا، ادرسوا الأنبياء وتعامل العابدين مع الأنبياء، واحد دينه دين اللي هو ايه دين قبرص، واحد دينه دين اسماعيل. هل صار مثل هذا؟ ايه اللي انت مستغرب له خالص؟ هل بدلت أمة آلهة وهي ليست آلهة؟ سمعت انتوا في جزر كتيم عبدوا صنم، وبعدين قالوا لا احنا مش هنعبد صنم، هنجيب صنم غيره؟ ما بيحصلش، اللي بيعبد صنم بيكون امين للصنم خلاص، ما فيش حد بيغير آلهة. هل تعرفت دلوقتي الصين مثلا متعبده مش متعبده؟ مش عارف انا الصين بيعملوا ايه، لكن بوذا غيروه في يوم الايام، قالوا نشيل بوذا، مشالوش بقاله كام ده قبل المسيح بوذا، ايه ده ما بيغيروش، ما فيش حد يغير آلهة، مع ان الآلهة الحالية ما نفعتوش بحاجة، وهي مش آلهة خالص، دي أصنام أو شيطان. طب ازاي انتوا تغيروني انا الإله الحقيقي وتجيبوا غيري؟ دي حاجة تفرس يعني، ايه ده؟ هل بدلت أمة آلهة وهي ليست آلهة؟ الأصنام ما تتبدلش إلا لو في غرض معين، أو أمة استعمرت أمة تجيب آلهة هي كده زي كده، لكن ما فيش حد عنده إله بيغيره، بيغيره ليه؟ أما شعبي فقد بدل مجده اللي هو الله بما لا ينفع،
وضربوا ضرب ويرجعوا تاني ويغيروا تاني. سيف القضاء احنا درسناه مره هنا، سيف القضاء كان في مثير جدا طبعا ده قبل ما حضراتكم يعني اغلبكم ما كنتش موجودين هنا، ما اعرفش من كام سنه درسناه، وكان بالظبط طلعنا منه انه هو عباره عن اسطوانه مشروخه. انت فاكره يا فاتن؟ انت عجوزه كنت معايا هنا من زمان، مش عجوزه يعني بس يعني مخضرمه في الكنيسه، ما بتسيبش الاجتماعات الحقيقه ولا اجتماع، اشكر ربنا انا يعني اعظمها جدا، واللي بيسيب اجتماعات بزعل منه بس مش قوي. طيب طلعنا من الجلسه دي، كانت برضه يوم الثلاث، ما القضاء ده العهد القديم، احنا في نفس الدراسه لغايه دلوقتي بس وصلنا الرميه ما كمان خلصناش لسه. فكان اسطوانه مشروخه، ايه الاسطوانه المشروخه دي؟ تك 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 تك، ترجع تاني تك 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 عند حته معينه كده اللي هي وابتعد الرب عن الرب وتذمر، ترعى الشعب عن الرب وتذمر، فسلمهم الرب الى الفلسطينيين الى المديانيين، نعم الى يد اعدائهم بالضبط، مره فلسطين مره مش عارف عمونيين، كل العدم حالهم دول اسادوا عليهم، فبذلك رجع الشعب وتاب وصرخوا إلى الرب وطلبوا من الرب أن يخلصهم، خلصهم، فابتعد الشعب عن الرب وعبدوا الأوثان فصرخوا، وزي الشيخ عدلي ما حفظه، شفتوا يا مزاي اسطوانة مشروخة ما كانش معانا الراجل حفظها بيدرسها في البيت عنده، نعم لحقتينا يا دولة، ممكن برضه مالكي معانا مده هنا، اسطوانه مشروخه اسطوانه مشروخه. فربنا بيقول لهم ايه الحكايه؟ يعني هو ما فيش اي ادراك وعي، مين اللي بينفعك؟ الرب بيرد لك سبيك، بيرسل لك واحد زي جدعون مثلا اتكلمنا عنه بيخلصك. طيب ليه ما بتثبتش؟ لا ما بيثبتش، نعم بالضبط، مفيش شعب مقرف قد الشعب اليهودي، وآسف أقول والمسيحيين بعضهم اللي هم المسيحي الغير أمين، مقرف قدام ربنا صحيح، يجي ربنا بيصرخ ربنا يطبطب عليه يفهمه، جايز يقول استنى شوية ما مش دلوقتي، يعني انت بتصرخ عشان كذا مش دلوقتي، ربنا بيتحنن على أولاده، طبعا الكنيسه بتحن عليه اكتر من الشعب القديم، ده دوك شعب كان صعب قوي زي بيقول حبيبي جورج، يعني شعب صلب الرقبه، يرجع تاني الانسان بعد ما تحل مشكلته وبرضه يحب الشر تاني، مصيبتك يا اخي. هل بدلت امه الهه وهي ليست شعبي وليست الهه؟ اما شعبي فقد بدل مجده، ده انا مش الهه ده انا مجده، مجده بما لا ينفع. يوم الجمعة برضو اللي كانوا معانا بندرس قصة زي كده، واحد اسمه مين كان معانا مين يوم الجمعة هنا؟ أماصيا، شكرا. الدكتور بشي كان معانا، ايه أماصيا ده؟ أماصيا ده أبوه نجا من الهلاك لأن جد أماصيا ده كان متجوز عساليا بنت أخاب، وأبو جد أماصيا اللي هو هرام ابن يهوشافاط، يهوشافاط ده راجل عظيم جدا لكن طلع ابنه شطان وهو رخ خنع كده، فادى ابنه يتجوز عساليا، انت مجنون يا يهوشافاط؟ ويهوشافاط ما ربنا ما سكتش على اللي عمل ده كله، ده تاريخ، تاريخ مكتوب معروف بين اسرائيل، يهوشافاط لانه سلم الملك لابنه الشيطان الكبير اللي هو يهورام، ربنا جزاه مجازاه لم تحدث في تاريخ بني اسرائيل، كل اولاده قتلوا وكل احفاده قتلوا،
بس ده ربنا يرحمنا اخاب يعني ما يعرفش ربنا. ده مره كسب حرب الترنيم. طب انت كده، طب مالك كده، مالك تحت؟ وكذا نبي يقولوا له. فيبقى اولاد اخاب ولاد يهوشافاط قتلهم يهورام اخوهم الكبير، قتلهم كلهم. وبعدين يهورام ده خلف العيال، العيال دول بعت عليهم العرب، داعش موجودة من زمان، ما هو كل العرب داعش، بعت عليهم العرب قتلوهم كلهم. يبقى دي ولاد يهوشافاط قتلوا، وادي أحفاد يهوشافاط اتقتلوا. وبعدين لما أحفاد يهوشافاط اتقتلوا كلهم، قتلهم العرب، والتاني ولي العهد ده اللي بقى ملك قتلوا ياهو بترتيب إلهي عجيب. يعني قصد الله إنه يخلص على أولاد يهوشافاط، وبعدين عسليا شافت إن مش عايزة الملك يطلع لداود خالص، فقتلت أحفادها. فاتقتلوا له أولاده وإخواته وأحفاده. طبعا بدل مجده بما لا ينفع. انت مش فاهم احبائي؟ جميل جدا 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 معرفة الرب، بس واحد يعرف الرب ويعيش زي العالم، عايز اصف رقبته، بتتقصف رقبته. وده هنا كل ده كلام ارمية. انتم شعب الله، وكل ده كلام الله مش ارمية، بس ارمية اللي بيقوله، يعني دي نبوات ارمية. انتم شعب الله، تعيشوا ليه زي اولاد الشيطان؟ ليه؟ حاجه عجيبه يا شيخ عادل. فهنا بيقول شعبي بدل مجده بما لا ينفع، لدرجه ان الرب يعني من الحاجات النادره عملها في اشعياء، وهنا عملها في ارميا. ابهتي ايتها السماوات، خالص خشعري يعمل كده. ايه اللي بيعمله الشعب ده؟ وتحيري جدا، يقول رب يا سماء ابهتي على اللي حاصل في الارض، لان شعبي عمل شري. الأمم اللي بدلوا آلهة ما تنفعش بآلهة ما تنفعش، عملوا كم شر؟ إيه؟ مستحانه يعني كم شر يا شيخ عدلي؟ يلا اللي يجاوب تاني. يعني بدلوا شر بشر، يبقى عملوا كم شر؟ بدلوا شر بشر. واحد كان بيتعبد للنسن راح للشيعة، يبقى بدل، يبقى عمل كم شر؟ ولا شر. ما هذا شر، ده شر. هو بدل حاجة نفع حاجة وحشة، ده بدل حاجة وحشة بحاجة وحشة، هو عايش في الشر. يعني ايه اللي عمله غلط؟ ولا حاجة. هو كان عنده حاجة غلط، هو مش عارف انها غلط، رماها، زهق منها، وخد حاجة تاني غلط، وبعد رماها، وخد حاجة تالتة، مفيش شر. اما شعبي عمل ايه؟ شرين، انه ترك اللي بينفع وجاب اللي ما بينفعش. يعني ذنب المؤمن اللي بيرجع عن إلهه ويتبع آلهة غريبة لا وجود له في العالم، لأنه بدل إلهه. الشرير ده شرير، ما هو شرير. واحد بيعبد شجرة، عبد صنم. في مثل بلدي كده، أنا مش فاكره إيه، لكن فعلا كان خاطري بالي بس أنا مش فاكره، لك لخرتم في إيه ولا إيه، يعني في حاجة لو تفتكروه مصري كده، يعني زي واحد كده ايه كان ماشي في سكه وماشي في سكه ثانيه، وهي دي زي بالظبط. لخرتم يعني لا خير تم، لا خير تم في دار فلان ولا علان، مش مشكله المس، لكن ده المقصود هنا. هم دول مع عمرهم ما عرفوا الخير، لكن بعد ما نعرف الخير اسيبه، بعد ما عاشر ربنا، بدل ما بيني وبين ربنا حب، ده قصه حب يتكلم عنها هنا في بدايه اثنين. بدل ما انا حبيت ربنا وربنا حبني وغيرني وكمل لي، ارجع امشي ورا حجر. ايه دي؟ ابهتي ايتها السموات، اخشعري جدا،
يقول الرب، تحير جدا يقول الرب، لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء. قال ينقروا ولا يحفروا؟ طب إيه الفرق بين ينقروا ويحفروا؟ زي الطير بينقر بمنقاره. طب أنهي الأسهل؟ الحفر سهل جدا. لا، هو مش بيحفروا، بينقروا، بيسنانه بينقر. مجنون ايه ده؟ بينقر ليه ده؟ عشان يحفر بير ما فيهوش ميه. ده غبي بشكل، ده عارف نفسه بشكل، ده تاعب نفسه بشكل، ما تفوقه. والرب من فوق متعجب، والسماء مشاركه ربنا في التعجب والتحير. كم وكم مؤمن يرتد عن الايمان؟ ده عايز ايه ده؟ طبعا نشكر ربنا المؤمن الحقيقي لا يرتد، لكن الارتداد لعلاج، يتضرب يتضرب لغايه لما يرجع. وربنا يقول طب ليه تضرب؟ ما ترتدش خالص. لكن في ارتداد للهلاك، ده اللي هو مش مؤمن لكن اختار الطريق الاخر بعد ما عرف المسيح، ده للهلاك. يا كم عقابا اشر تظنونه من داس ابن الله ودنس دم العهد والى ذلك. لان شعبي عمل شرين، تركوني انا ينبوع المياه الحيه لينقروا، تركوني عشان ينقروا، وقاعدين ينقروا غير لما هلكوا. ينقروا لانفسهم ابارا مشققه لا تضبط ماء. الايه الجايه ايه لذيذه، خصوصا انا فهمتها النهارده، بس انا وعصت، انا فاكر اكثر من مره بس بمفهوم تاني، مش ضده لكن مفهوم تاني، يعني ايه اسهل شويه دلوقتي، يعني فهمتها من لما رجعت هي مع الترجمات. يعني أعبد إسرائيل أو مولود البيت هو، لماذا صار غنيمة؟ قال زمان لو كنت بخدم بيها، واعذروني بعض يمكن سمعني كده، لكن مش كانتش الوعظه غلط، كانت وعظه مظبوطه بس مش عميقه زي اللي انا فهمته النهارده. عبد اسرائيل، طب مولود البيت ده ايه؟ عبد اسرائيل او مولود البيت هو. انا كنت بقول مولود البيت يعني ابن لله، لكن هي طلعتش كده، هي طلعت عبد اسرائيل يعني عبد اشتريته، ولا هو مولود عبد في البيت؟ لان لما ربنا بيجيب عبد ويجوزه، العبد لما يخلف واحد ده اسمه مولود البيت، يعني اتولد في بيتنا، ده مولود البيت. بيسال العالم كله، بيسال التاريخ، بيسال الوجود. ربنا متحير، أعبد اسرائيل او مولود البيت هو. ناخد هنا بقى آية في خروج 4:22 عشان نشوف ربنا بيجاوبنا ايه هنا على الآية دي. خروج 4، وعدد 22، فتقول لفرعون، الرب بعت موسى لفرعون وتسأله السؤال ده، تقول له عرف له مين إسرائيل. فتقول لفرعون هكذا يقول الرب، إسرائيل مين؟ إسرائيل ابن البكر. خبر ده ولا حاسس ليه بالحكايه دي يا ربنا خالص.
شعب إسرائيل. عشان كده من مصر أخرجت ابني تنفع على إسرائيل لكن هي أصلا عن المسيح. إسرائيل ابني البكر. إسرائيل ده ماله عايش عبد كده، يا عبد يا ابن عبد. إسرائيل لا عبد ولا ابن عبد، إسرائيل ابن البكر. إسرائيل هو ذاتي، الرب يقول كده، إسرائيل الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب عن المسيح. هو خبر، فأنا بديله مركز الابن البكر. إزاي يبقى عبد؟ وإن كان ده بني إسرائيل ما خجلوش منه، كم وكم إحنا كمؤمنين. أنت يا مؤمن سالك كالمسيح، ما هو المسيح ابن الله البكر، لأن هو بكرا، مش كده الآية كده، بين إيه؟ إخوتين كافرين. المسيح ابن الله البكر، يعني هو اللي اكتسب الأقداس ورثنا إياها. إحنا نورثها كيف؟ نورثه في المسيح ونورثه مع المسيح. هو بيوزع لنا الميراث، إحنا جسده فبنورث معاه. فهل أنا عايش هنا ابن الله البكر ولا عايش هلفوت مرعوب من الشيطان يضرب بيا كورة يوقعني في غلط من دحديرة لدحديرة؟ ليه عايز؟ مش فاهم مشيئة الله. ده أبويا، ده بابا، أبوكم نفسه يحبكم. مش عايش ليه؟ مرفوع فوق الأذرة وفوق الأيدي وفوق الركبتين مدلل. مش عايز يقول له يابا كلمني، يابا ارشدني. طبعا طبعا. والأمة الإسرائيلية ليها، والأمة الإسرائيلية ليها مجد كبير في الأبدية خالص، مش أكثر من الكنيسة، لكن ليها مجد كبير. الكنيسة هتقدر جدا ان المسيح جالها من الناس دول. أعبد إسرائيل أو مولود البيت هو. أنا خايف ربنا يفتكرها دلوقتي ويعيط فوق يا شيخ عادل، ما نفكروش أحسن. أنا بكلم جد صحيح، يعني تخيل الشيخ عادل يقول طبعا ربنا عارفه، لكن لو افتكر دلوقتي دموعه تنزل على طول. بتعملوا ايه يا ناس؟ عملتوا ايه؟ خربتوا ايه؟ بهدلتوا ايه؟ يا بني يا اسرائيل، يعني ايه اسرائيل؟ يعني امير الله. اسمي عليكم، غيرت اسم يعقوب، قلت له جعلت اسمك اسرائيل. ايه اللي عملتوه؟ ربنا يرحمنا. وده كله ده لينا احنا، عشان اواخر الظهور ننتبه ان سلوكنا يكون كما قامنا. واحد مره، نشكر ربنا يعني ليه حبايب كتير ما بيخجلوش مني، فبيقولوا لي احوالهم. يعني يوم الحد اللي فات واحد قال لي بقول له بساله عن شخصيه ما انا اعرفها، قال له اصله هو في خلاف بين الشخصية دي وبين شخص اتنين بيخدموا مع بعض، يعني في خلاف بين الشخصيتين دولة. الخلاف انه اقوال الشخص التاني حلوة لكن سلوكه مش حلو. فده على طول يعني وبخني انه ايه، طب فعلا احنا اولاد ربنا لازم نعيش كأولاد ربنا. وضعنا او ابناء الله بغض النظر الشخصيتين دول، انا ما يعني ما اعرفش الدقائق التفصيليه، لكن اذا كان انسان بيقول لانسان تاني كده كما الله يقول له، لينا احنا ايه؟ فالعلاقه يعني بينهم مش قادرين يتجاوبوا سوا. طب الله بيتجاوب معايا ازاي؟ ما هو برضه لازم اخد بالي من نفسي. يعني انا عايز اعيش للرب، طب هل انا عايز اعيش للرب يبقى انا فعلا عايش للرب ولا ده لسه جاي في الكلام ده؟ مش هنلحق ناخدها. ده جاي هنا ما بيقول الرب ان اكتر الالام اللي بتحل علينا احنا سببها مش ربنا. ليه؟ لان احنا مش عايشين في مشيئة الله
على طول، لا نمجد الله على طول. تفضل. بالظبط العصرات فعلا كان بيتكلم في عصرس يوم الحد اسمها ده. احنا انتوا ما تعصروش، بس انا بعصر. كل واحد يتاخد باله من نفسه، كيف اكون قدوه للاخرين وقدوتي المسيح، كيف اسلك يحيى في. ترك لنا مثالا عشان ايه؟ عشان نشوف حد ثاني اتبع اثر خطواتي. ده بالكلام ده قاله ارميا يا جماعه. احنا فين؟ ما بيننا وبينه كام الف سنه. طيب احنا هنضطر يعني نختم، لانه مش هنقدر ناخد لغايه على 19. لا احنا مش خروج، ده احنا ارميا، سوري. نرجع ارميا تاني. يا رب لك الشكر، يا رب لك الشكر. أعبد إسرائيل أو مولود البيت هو، لماذا صار غنيمة؟ يعني غنيمة يعني بالضبط على طول. يقول كده زمجرت عليه الأشبال. طب انا بخاف من الاشبال. ده يا اخي واحد قاضي يعني مش امين قوي، اسمه مين؟ حد فاكره؟ ايوه، راجل خربان يعني، بس هو قاضي لاسرائيل. وان كان نام على ركبتيه دليله في الاخر، الحب هراه، الحب المرزول هراه. قابله شبل اسد. مين اللي قتل التاني؟ هو قتل شبل اسد، فشخه جدا. ليه؟ عشان النحل يقعد فيه وياكل شمشون منه نحل. والآية المشهورة جدا، يخرج من الآكل أكل ونجاه في حلاوة، عن مين؟ عن شمشون وشبل الأسد. طب احنا لما يظهر الشيطان شبل أسد، مش الشيطان نفسه، حد من عياله، نخاف ونرتعب. ده انا ههد لكم الكنيسه، يلا يا جماعه، يلا يا جماعه تعال نرفع قضيه. قضيه ايه وبتاع يا ابني؟ لما تسيبه يهد. سيبه يهد. ايه ده؟ لماذا زمجرت عليه الاشبال؟ اي تهديد؟ انتهينا خلاص. ده بيعرف الرئيس، ده بيعرف المحافظ، ده بيعرف الغفير اللي بره، اي حاجه عارف. أشبال إيه وبتاع إيه دي؟ لكن الحقيقة عبد إسرائيل، قصدي إسرائيل، زمجرت عليه الأشبال، أطلقت صوتها، جعلت أرضه خربة، أحرقت مدنه فلا ساكن. لماذا؟ لأنه ترك مجده بما لا ينفع، لأن ربنا أسلمه لهؤلاء الأشبال، ربنا أسلمه للخراب، لأنه غير أمين للرب، غير مطيع للرب. طبعا طبعا ربنا ده لطفه عجيب جدا. بس ليه يعرف ربنا؟ ده يعيش في سلام وهيام. وصلوا لي أعمل أنا كده، أنا بتكلم بس لأن درست الموضوع. في سلام وهيام وفرح لا يطاق من كتر مجده، هو عايش مع إله. يا سلام على العز، يا سلام على العز حينما يعيش الإنسان منا مع الله، مش على الأرض خالص. زمجرت عليه الأشبال، أطلقت صوتها وجعلت أرضه خاربة، أحرقت مدنه فلا ساكن. وجاز الشبل ده زمجر والبلد فضت خلاص، مش حد ساكن هنا خالص، عشان زمجرت وهو مش كمان الشبل ده. فخايف من ايه يا اخوي؟ مفيش حد خالص. ده امتحان ليك. بس هتعمل ايه؟ هتصلي ربنا تقول له يا رب انت عايز مني ايه؟ وتوب عن اللي انت بتعمله. ما هو بغير توبه مفيش خلاص. توبوا وارجعوا
لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، بغير توبة ولا رجوع ما فيش أوقات فرج. هيستمر الرب في الضرب لغاية لما الإنسان يرجع. لكن واحد مش همه ضرب ربنا خلاص، اوصل مكانك بقى اللي انت فيه اللي هتروح له في الآخر يعني. إذا كنت مؤمن هتاخد سكنة بنار، إذا كنت هالك راح جهنم. وبنو نوف وتحفنوس، وتحفنيس دي بلاد مصر، ولاد مصر قد شجوا هامتك. يعني شجوا هامتك يعني خلوك بلا كرامة يا إسرائيل. كانوا بيشتغلوا بس في الساعة بكام هنا في سعر أدنى للساعة، ولو ما حد يروح يشتغل يقول ده أنا أديك السعر الأدنى يبقى مكسوف. إيه يعني أنا ماليش لازمة يعني أخذ أقل ساعة؟ ممكن ما أعرفش الساعة بكام دلوقتي، بسبعة ولا ثمانية مش فاكر، عملها أوباما بكام؟ ده السعر الأدنى. إيه يا السعر الأدنى ده؟ كانوا بياخدوا كام بني إسرائيل؟ زيرو. عبيد، بيتعاملوا عبيد عبيد. نعرف كده من فين؟ لما رب قالوا لما تطلعوا اسلوب المصريين انا هخليهم يدوكوا فلوس، دي فلوس كنتوا اللي هم حجزوها عنكم 400 سنة، فلوسكم. عملوا بيها ايه؟ اكل يا حبايبي، حاجة تقرف مش كده يا خشوش؟ وربنا عرفان منها وقيلة هنا انا بديكوا فلوسكوا، سلبوكوا الفلوس دي بديها لكوا، تعملوا بيه عجل. رخر مات فيها 3000 واحد بالعجل، لانه دقوا حطوا في الميه وشربوا ماتوا. يبقى ليه هلكوا 3000؟ بناء على شرهم الشخصي. وكتير من الأتعاب اللي بتيجي على المؤمن، وحتى مؤمن ينام قبل ما يتوب، طبعا نشكر ربنا بيقبل توبته حتى لو ما قالش، لكن حسب إيمانه حقيقي ولا مش حقيقي. فكل ده ذنب الإنسان مش ذنب ربنا. إيه ده؟ الآية الجاية بتقول إيه يا جماعة؟ على 17، أما صنعت هذا بنفسك. إيه ده 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 أنا قايلها أنا مش واخد بالك، أنت معادها دلوقتي، هي معادها جه أهو. أنت اتذليتي في مصر علشان تستاهلي الذل، وأنت عملتي كده بنفسك. أما صنعت هذا بنفسك؟ إزاي يا رب؟ إحنا يعني لسه ما قلناش يا فتاح يا كريم مسؤول حاجة، احنا في ارض كنعان وحصلت مجاعه وجينا مصر، احنا لسه ما طلعناش حتى من هنا. نعم طب ما احنا بنكمل اهو، ما انا من ده لا لا لا، مش انهم راحوا مصر بنفسهم، لكن الذل اللي انت فيه ده بنفسك، صنعتيه بنفسك. اما صنعتي هذا بنفسك ليه؟ في نفس الآية، اذ تركت الرب إلهك إلهك حينما كان مسيرك في مسيرك في الطريق. ال 400 سنة اللي قضوها في مصر بعد موت يوسف زاغوا عن السكة اللي كان الرب مسيرهم فيها. أقول ما يوسف موجود، بعد يوسف كل واحد بقى شاف إيه ده بالضبط كده. حينما كان مسيرك في الطريق، اللي حول يعقوب من كنعان لمصر الرب، اللي بعت قدامهم يوسف مذكور في التاريخ الكتابي في الكتاب المقدس، أرسل رجلا أمامهم اللي بعته اللي هو الرجل ده هو يوسف، وجاب العيلة، أن لازم العيلة تيجي مصر ويقعدوا 400 سنة، ده كلام قاله الرب لإبراهيم.
لكن التفسيرات في الداخلية في مصر مش عاجبة الشعب، مش عاجبة ربنا. كان ممكن ربنا يخلي معيشته في مصر كويس، لكن بالاختيار الإلهي مات يوسف 110 سنة، انقلبت الدنيا على دماغ الجمال عبرين دول. ليه؟ لأن ما مكملوش مع الرب. ده آية هنا اهي، لكن بتوري ليه الذل اللي عاشوا فيه 400 سنة أو نقول 300 وشوية ذل، لأنه كان عاش يوسف هناك من 30 ل 110 حوالي 80 سنة. في مصر تركوا، وفي البرية زادوا خالص. ما أنا برضو بس أسأل نفس السؤال ده هنا، لأن لسه ما طلعوش. أما صنعت هذا بنفسك إذ تركت الرب إلهك حين كان مسيرك في الطريق، لسه ما سارهمش في الطريق، يعني مش بديهم مقدم عقاب على حاجة لسه يعملوها. لكن هم في مصر حصل إن هم الكتاب ما يذكرناش حصل إيه، لكن حصل إن في مدة كبيرة ليهم حوالي 300 سنة وهم منعزلين، لكن الضرب نازل فيهم. قبل 300 سنة كانوا مكرمين جدا لما كان يوسف عايش، بقى 300 سنة يعني مش عارف حصل فيهم ايه. هنا ده اللي بيقولوا، لكن احنا اللي ظهر لنا في التاريخ ان قام ملك لا يعرف يوسف فرح شاطح في أولاد العبرانيين، شاطح فيهم خالص. وبنقرأ عن معجزات حدث دول الناس الأمناء، زي مثلا أنه أم موسى رضعت موسى وعندها 280 سنة، دي معجزة كبيرة جدا أكثر من معجزة السارة. اه طبعا، ويدخلوا بيت فرعون. يعني في حاجتين حصل، في بركات كتيره له، ممكن تكون كذا اسره، بس احنا الاسره اللي مكتوبه لنا اسره موسى. لكن هنا بيقول انت ما مشيتيش معايا يا بني اسرائيل في ارض مصر، بالطريق بتاعي ما كنتيش قبلاه. ونقدر نعرف شويه من كده، جايز هو اللفيف، يمكن لأن خرج اللفيف كتير معاهم، لفيف ده ايه؟ مصريين. فربما الصداقات بين المصريين وبين العبرانيين هي دي اللي كان ربنا مش راضي عنها. هي دي آية ليها معنى، حتى كانت آية واحدة صحيح، لو في حاجة تاني نقدر نفهم بيها الآية أكثر. لكن هنا بيقول أما صنعت هذا بنفسك إذ تركت الرب إلهك، ده حصل لما كانوا في مصر. حينما كان مسيرك في الطريق، بالضبط، لأنهم عايزين يرجعوا تاني مصر. يا دولة يا غالية عليا، وكلكم طبعا. نعم حبيبي، اه ده كان في ارض كنعان هناك. طبعا ده العقاب متدخر يعني متوفر. هذا الشعب، شعب بني اسرائيل، اللي هو اول ما طلع من مصر ما مرش عليهم شهر يمكن، لان الجبل سيناء ده بعد شهرين في السكه دي، وعملوا عجل بعد شهرين وعبدوا العجل. دول ايه دول؟ فده ما يقولناش انهم عاشوا في مصر نضاف. هنا بيقول لهم والان مالك وطريق مصر شرم يا شحور. كام مره في البريه قالوا نرجع ارض مصر؟ كتير. ويقول ايه؟ آلهة مصرية بيعبدوها. ما عندهمش العقل، هو خراب.
طبعا كل إرادة إلهية بلا شك. يقول له حيث قدور اللحم، انتوا بتشوفوا اللحم حتى خالص ده بتشتغلوا بلاش، واللي يتعب ممكن يقتلوه المصريين يأكلوه ليه؟ دي كانت أيام ذل رهيبة. قدور اللحم مخبولين ايه دول؟ وربنا احتملهم ايه؟ هكذا لا نستغرب ان هم في أرض مصر حصل حاجة زي كده. الكتاب ربما تكريما لإسرائيل جدهم وإبراهيم جد جدهم ما ذكرهاش بالتفصيل، لكن هنا بتتكشف اهي في سفر إرميا الأسفار الأخيرة خالص. أما صنعت هذا بنفسك إذ تركت الرب إلهك حينما كان مسيرك في الطريق. وطبعا 400 سنة دي تغير دنيا، 400 سنة حد يفتكر من 400 سنة كان مين بيملك فيها؟ صعب جدا خالص. فأربعين سنة دي مدة كبيرة جدا لغاية لما الرب طلعها. فمذكور بس هي كلمة كده عليها نعرف ان هم سابوا طريق الرب. وبعدين بيأكد لنا بقى في العدد جاي 18 والآن مالكي وطريق مصر لشرب مياه شحور. مالك انت جعانة او عايز ترجع لشحور؟ دي بقى حياتهم في البرية. نرجع مصر، نرجع مصر، نرجع مصر. أيوة أيوة، أشور دي العهد الجديد بالنسبة لهم، مصر ده العهد القديم. وحشهم قوي نيل مصر، جايين أشور دلوقتي. والآن مالك وطريق مصر لشرب مياه شحور. ومالك وطريق أشور لشرب مياه النهر. نهر دجلة يعني. ايه دول؟ دي المملكة الشمالية اللي هي اتقسمت من المملكة اللي بيملك عليها أسر ورا بعض كده. كانت اتثبت وقت إرميا، كانت دي طارت فوق. طارت راح فين؟ راحت عن نهر دجلة، خدوها هناك فوق الأشوريين. فهم برضو طمعانين نروح هناك ناكل نشرب من نهر دجلة. يا أخي خرافات دي. ويتذلوا، بيطلبوا الذل لهم، ذل المصريين ما خلصهمش منه لربنا. والمملكة الشمالية مزلولة دلوقتي هناك بيشربوا من دجلة، ودول ربنا بيرعاهم ولسه ما خربتش أورشليم يعني، لكن طبعا خراب قرب لان الذنب كبر خالص. مالك انت ومال ده؟ هو انا ملكتك مصر ولا اديتك ارض في مصر؟ ده كان ممنوع انكم ترجعوا مصر بعد ما طلعتكم منها ايام موسى. راح سليمان عمل تجاره مع مصر، تخريف ايه دي؟ اتجوز بنت فرعون كمان. حب الذل. فكرتني بحكاية الشيخ عادل جايز يضحكوا عليها الناس، لكن هي فعلا حقيقة. كان زمان في الجيل الأول في الكنيسة كان عندنا اثنين في الكنيسة هنا يعني صعبين قوي مع بعض في الفلوس، لأن واحد منهم يستلف من الثاني وما بيردش. وبعد شوية اللي بيستلف ده يحتاج فيستلف من الثاني وما يردش، يستلف من الثالث وما يردش. وكان في واحد صديق الاثنين، فحاجه مشهوره في الكنيسه يعني، ما كانتش ليا انا بس، كنت انا قاعد مع جماعه كده. قال لي عارفين الهندو عاملين زي ايه؟ قلت له يا اخي فلان، او مع حد تاني قال له مش فاكر. قال عاملين زي القط وخنقه. انا ما اعرفش ايه القط وخنقه دي. قلت له يعني ايه القط وخنقه؟ قال لي لا القط يقدر يبعد عن خنقه ولا خنقه يقدر يبعد عن القط. ده ايه المثل الغريب ده؟ قال لي يعني لو القط دي قصص صحيح. على حال هما الاثنين من فوق دلوقتي ما اعرفش يعملوا ايه فوق. قال لي القط طبيعته كده يحب يتخنق، لو ما اتخنقش يدور على اللي يخنقه. فهم دول اتعودوا على بعض،
اللي بيستلف بيخنق التاني. فلما سددوا فلوس بعد اللجاجة شديدة قوي مش يسيبوا بعض، لا لازم يجيله القط يخنقه عشان هو يبقى خنقه وبيحب خنقه. طبيعة غريبة صحيح، للأسف الخاطي كده، هم مش خطاة لكن بتكلم على كده. هو بني إسرائيل عايزين اللي يخنقهم، لا ما اتخنقناش من مصر بقالنا مدة، تعال نتخنق، فين مية مصر؟ ما اتخنقناش احنا من أشور لأن المملكة الشمالية راحت احنا ما روحناش، طب عايزين أشور. بالضبط المثل ده هنا كده. طيب نختم بالعدد الجاي بقى ايه؟ ده كذا مرة في البرية عايزين نرجع، وقالوا نصبوا العيد عشان يرجعوا. موسى خلاص مات مش عارفين هو فين، هات لنا عجل اخرجنا من ارض مصر ونمشي وراه. طبعا نمشي وراه يعني احنا عايزين يعني، والعجل ده ليه اراده. وكذا مره قدور اللحم انت اكلتنا وبهدلتنا وموتنا، والحقيقه ما فيش واحد منهم عي 40 سنه في البريه نايمين في الطل، ما حدش اتزكى ولا حد جات له حراره، والجزمه بتكبر معاه مع الواد الصغير لما بقى عنده حاجه 40 سنه، والجلاليب ولا عندهم ترزي ولا عندهم ايه دي مخ ما في بالسودانية دولة. نختم بالعدد الاخير، يوبخك شرك. هنا لما الرب يسمح ان الشر يقرص الانسان عشان يعلمه الادب، هخلي شرك يوبخك. توبيخ دي ليه ما وصلش، فهتاكلوا السم عشان تتوبوا. ايه السم ده؟ طبعا العجل اللي فيه ذهب، عجل فيه ذهب، 3000 واحد ماتوا. لازم، لان ما يزرعه الانسان اياه يحصد. يوبخك شرك وعصيانك يؤدبك. حاجة عجيبة ما بنحسش بيها، الرب بيقول للشر اشتغل انت، أدبهم، أدبهم الشر بتاعهم، أدبهم العصيان وبخهم. فاعلمي وانظري، ده اللي ربنا عايزه، أن تركك الرب إلهك شر ومر. شر يعني خراب بعديه هلاك، ومر هنعيش حياة مرة هنا لما نسيب الرب. تركك طبعا، تركك الرب إلهك شر ومر، والنتيجة اللي طلعت فوق في السماء، وأن خشيتي ليست فيك، أنت ما بتخافيش مني. ليس خوف الله أمام عيونهم ولا في قلوبهم. طبعا كل الألفاظ اللي بتتقال أقل من الواقع صراحة، يعني بجحين، مجرمين، عصيين، مقرفين، كله أقل من الحقيقة. يقول السيد رب الجنود، ده ختام دراستنا النهاردة. واللي احنا نتعلمه، اعظم شيء في الوجود ان الانسان يعرف الله الحقيقي، بس المعرفة اعظم شيء في الوجود، لكن كمالتها بقى ده كل الهنا والسعادة، ان يكون خوف الرب امام عيوننا، وان لا نعصاه ولا نتحرك إلا بأمره، ولا نخطو خطوة إلا بإرادته. ده اللي بولس الرسول قصد أن يفعله طول حياته، تألم جدا وكلل بأكاليل رهيبة. وربنا ينعم علينا أننا نكون مثل طيب، نثمر كثيرا، وغيرنا يجي للرب
ونفرح ببعض ونفرح بالرب ونمتلئ سلام ونمتلئ عز ونمتلئ خير كل أيام حياتنا، ولإلهنا كل المجد الأبد. آمين آمين. آمين يا ربي آمين. أنا بقول ده لنفسي حبيبي. أشكر ربنا أشكر ربنا أشكر ربنا. تفضل حبيبي. هللويا.